بكم أعزائي المشاهدين من جديد. إحنا الآن موجودين في العاصمة عمان وتحديدا في منطقة السويفية بضيافة شركة وهاب للألبس طبعا. وبداية اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ عيسى وهاب. أستاذ عيسى مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا. برحب فيك، أحد أبرز الكفاءات الأردنية بهذا الاختصاص. أنتم بهذا القطاع من 9 سنوات تقريبا، لكم عدة فروع في العاصمة عمان. بداية نعرف أستاذ المشاهدين في هذه الشركة، متى تم تأسيسها واختصاصكم ومواقع المحلات؟ تفضل. احنا تأسسنا، كان هو عبارة عن فاميلي بيزنس، كان كل أفراد العائلة مشتركين في هذا البيزنس. فتحنا أول فرع، فتحنا كان بال 93، كان بجبل حسين. طبعا كان فرع عبارة عن محلات ألبسة رجالي متخصصة بالبدلات والسبورات والأحذية. بعد هيك طبعا تطور الوضع، فتحنا تاني فرع كمان كان بجبل حسين، بعدين رجعنا فتحنا كمان فرع بوسط البلد. حققنا شهرة جيدة كانت بهداك الوقت، والحمد لله يعني كان عندنا زباين وحفظنا عليها، وكان عندنا منتجاتنا مش يعني تقدر تقول مشكلة من محلية وصينية وتركية، وجبنا من عدة بلدان وركزنا كثير. احنا كنا مركزين على الصناعة المحلية من اجل دعم الاخوان كلهم موجودين بيشاركونا بالبزنس. بعدين رجعنا فتحنا كمان فرع، طورنا أكثر، فتحنا فرع بالمولات، كان نعمان مول فتحنا فيه، وفتحنا كمان بجبل حسين كمان فرع، صوفية فتحنا فيها كمان فرع، فصار عندنا حوالي 12 فرع لحديت عام 2003. بعدين أخذنا، بتعرف الوضع الاقتصادي بلش شوي بالضعف وشوية الأمور اللي ضاقت الحال بالناس، فبطلت تشتري بكميات، فصرنا شوي نزغر بهالأفرع هاي ونقلل فيها. طبعا فأخذنا قرار أنا وأخوي خليل إنه نسوي الأفرع هاي نزغرها، حتى وصلنا هلأ لثلاث أفرع. عندنا فرع واحد بجبل حسين كبير، وفرعين بصوفية، ومن هناك عم ناخد احنا كل طلباتنا. طبعا احنا بنشتغل يونيفورم، بنعمل شركات كبيرة بنأسس لها زي هيئة تنظيم قطاع الطيران، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، المطارات، بنشتغل كمان مع الفنادق بنعملها يونيفورم كامل. في اشياء كتير بنعملها كزي موحد لأكثر من شركات داخل الأردن وخارجها. نعم. نتحدث عن أبرز مشاكل المعوقات تواجهكم الآن، وأيضا نتحدث عن البضائع الموجودة من أي دول، وفي بضائع أردنية؟ طبعا احنا كان تركيزنا بشكل كبير على البضائع الأردنية. ليش؟ لأنه بتعرف انت لما توجد المنتج الأردني بنوعية ممتازة، فهو بضاهي المنتج عفوا الصيني أو حتى التركي أو حتى مرات الأوروبي. فعنا كميات وعنا بضاعة يعني تقدر تقول انه بنوعية ممتازة جدا جدا، وبتنافس جميع المنتجات. بالإضافة إحنا مستوردين، فمنستورد من الصيني والتركي كميات مختلفة من كل البلدان، يعني كصيني وتركي. والحمد لله الأمور ماشية بهالشئتين هدول بالإضافة للأردني. هلا الثلاث محلات يعني مختصة بكل شيء، في كل محل يعني منفصل لستات أو رجال، ولا كيف توزيع؟ إحنا أكبر تخصصنا كان بالبدل الرجالي، والحمد لله متوافقين فيها، وحتى اليونيفورم أكثر بناخده بدلات. والفرع جبل حسين هو سبور وبدل رجالي وأحذية، وبرضه هذا الفرع كان سبور بدل رجالي وأحذية، وأغلب يعني بتقدر تقول بس هذا الفرع الوحيد اللي أنا عندي فيه ستاتي. لو ستاتي هو السواري كان بالضبط، يعني أنا متخصص فيه كستاتي سواري. يعني في أنواع معينة شركات معينة بتعملوا معها كماركات عالمية؟ احنا وكلاء ماركه مانزيتي التركيه. طبعا هاي البدلات المانزيتي هي بدلات 100% وول، تيجي مصنوعه كامله من خامه الصوف الحر، وهو صوف ناتشرال طبيعي بيجي، وفيها طبعا تكنولوجيا عاليه، عشان هيك مش موجوده عندنا منها هاي بالاردن، فاضطريت انا استوردها واخذ وكالتها بالاردن. هي بدله مانزيتي فيها الخامه نفسها القماشه فيها صفة النانو، هاي النانو إذا شتت عليك الدنيا وانت لابس هالبدلة هاي ما بتنبل البدلة وبتضلها مرتاحة وبتضلها زي ما هي. وعندي طبعا تشكيل كبير من هاي البدلات المنزلتي بالفرع هذا بالذات. جميل. نتحدث يعني عن الطموحات، الرؤية المستقبلية. الآن تقلصتوا عدد المحلات، ولكن نحكي عن المستقبل، ما هي الخطوة القادمة؟ طبعا احنا راح اكيد ان شاء الله السوق بينتعش، وان شاء الله بنوصل لاكبر عدد ممكن من المحلات، وبكون لنا وجود في يعني في اغلب المدن الاردنيه. وتوجهنا هلا كمان احنا حابين نفوت بالصناعه، بس نظرا للمنافسه العاليه ووجود السلع الاخرى
بسعر متدني، خلينا نقول أقل من المنتج الأردني، فإحنا مضطرين أنه نضلنا نأخذ المستورد والأردني مع بعض عشان نقدر نورجي المستهلك أنه هذا في أردني بهالجودة هاي وهالنوعية هاد، والمستورد موجود. ولكن أنا يعني إذا اتجاهي للتصنيع الأردني عشان ندعم الصناعة الأردنية ونشغل هالكفاءات الأردنية، ويصير عندنا عفوا لما تشغل أنت موظف يوميتها بصير معاه مصاري بيقدر يشتري، بيقدر يعني ترجع الحلقة الاقتصاد كلها بترجع بالدور، والكل بيرجع بيستفيد من وراء هالحلقة هاي. طيب يعني نعمة الأمن والأمان شو بتعني لك بظل هالظروف الصعبة اللي بتمر بالمنطقة؟ والله احنا حسينا فيها خلال فترة الخمس سنين هدول مضوا بشكل كبير يعني الحمد لله. الحمد لله نعمة هاي الأمن والأمان ساعدتنا ان نضلنا موجودين واقفين. ضعف السوق اي نعم، الحالة الاقتصادية منهارة اي نعم، ولكن بتقدر تقول انه الوضع الحالي هلا احنا قادرين ناكل ونشرب وندفع مصاريفنا وتكون امورنا 100% بشكل جيد جدا او بشكل جيد يا سيدي. معلش نتحمل هالظرف هذا لحديت ما نوصل للاقتصاد يتحسن معنا وتصير الأمور أفضل إن شاء الله. نحدد للسادة المشاهدين مواقع الثلاث فروع إذا تكرمت. الفرع جبل حسين هو عدوار في راس نفسه، بيجي عشرات تقاطع دوار في راس اسمه وهاب. صوفية في إلي فرع بشارع الحمراء مقابل مشربش للصرافة، والفرع هذا إحنا موجودين فيه هو وهاب ومنزتي مقابل البنك العربي بصوفية. أستاذ عيسى في نهاية اللقاء احنا بنشكرك مرة ثانية، ويعني كلمة أخيرة إذا تكرمت تفضل. احنا بمناسبة الأعياد المجيدة من هني جلالة الملك وجلالة الملكة، ونتمنى لهم مزيد من الحياة الوافرة والأمور الصحية الوافرة كمان. وأنا بتمنى أنه الاقتصاد الأردني يتحسن وكل الأمور تكون بالاتجاه الصحيح، ومنعيد على جميع إخواننا المسيحية والإخواننا المسلمين بهذه السنة المباركة، والله يجعلها على الجميع سنة حلوة ومباركة إن شاء الله. أستاذ عيسى يعني بالتأكيد في نهاية لقائنا بنأكد الكلام تفضلت فيه إنه المسؤولية هي مسؤولية مشتركة، وجلالة الملك كما تفضلت دائما يدعو إلى دعم الشباب، دعم فرسان التغيير. نتأمل يكون مزيد من التحسن بالاقتصاد والعمل، وجلالة الملك دائما يتحدث منكم أستمد العطاء وأرفع رأسك أنت أردني. بالتأكيد أعزائي المشاهدين همات الأردنيين نشامة، أمثالك أستاذ عيسى وهاب دائما مرفوع عالية. شكرا جزيلا. شكرا يا سيدي. شكرا لكم. Thank you.